السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيف من امريكا. بالبدايه لأحلى الكلام اللي بالصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ومقطع جديد من المخازن في امريكا. يوم اشتريت مخزن من هذا المكان اللي اول مره اشتري من عنده. شوفوا هذا الطابق الارضي، كلايمت كنترول يعني بتبريد، وها الحمد لله شوية الجو أحسن من برا، لأن هنا ما شاء الله الجو يسلك سلق. أخذت هذا المخزن اللي هو 4207. صار لي هواي ما أخذ مخازن لأن كلهم غلاي، وأصلا ما عندي سبيس أو مكان أو فراغ بالمخازن مالتي او بالبيت، ولهذا صار هواي ما منزل مقاطع. لان اول شيء المخازن اسعارها مرتفعة، تعرفون عطلة كل العالم تشتغل بيها، وثانيا مثل ما قلت ما عندي مكان خلي بيها الغراض. لكن هذا المخزن اخذته وقبل اجرته، فهذا المخزن صار $1,700. سأفتح لكم إياه وأشوفكم ليش وصلت لهذا السعر. هذا المخزن مثل ما تشوفون 10×20. فخلونا نفتحه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، شوف شنو اللي بداخله. بسم الله. الله تبارك الله، اعتقد والله اعلم هذا المخزن مال ناس ميسورين. شوفوا الغراض اللي بيه والانتيكات اللي بيه. مثلا عندنا على سبيل المثال هذه البازة تقريبا تطلع لها بال اكثر من 40 سنتيم. نشوف شني وين صنعت هذه البازة، made in Italy. ما اريد ما شاء الله كلها مغلفيها للفرنيتشر او الاثاث. بدنا نفتح الاثاث نشوف اذا اكو داخلها اغراض. بس حاليا راح اشوفكم نظرة اولية. راح اخذ كم قطعة، جو كلش حار ما اقدر اكمل، لازم ارجع العصر او بيدي يعني 30 يوم او اكثر اقدر اجدد. الايجار مال هذا اللي هو 10×20 من هذا الموقع صار $220، يعني نقدر نقول هذا صار علينا $2,000. فان شاء الله يطلع حقه ويربح. اول شيء عندي انا اللي عجبتني هذه مثل قرون الغزال، تصير ثريات مثل ما تشوفون. وعندنا شوفوا هذه كلها مال الغزال، شوفوا كلها والغزال. وهذه عندنا واحدة، اعتقد هذه الثانية. نعم هذه الساعات، همين اللي عنده خبرة بيهم. يعني صراحة ما بايع هيك اثاث قديمة. نشوف لكم واحدة اذا نقدر نشوف اذا بيها غراض. بسم الله. ولا جايب السكين، خلوني افتحه. بسم الله. تقدر صور شخصية ما تفيد، لكن هاي شوفوا شنو هاي، قطاعة قطاعات قديمة. هاي واحدة وهذه الثانية، انتيكة حلوة. وهذا اعتقد تفتح بالمفتاح، اللي مع الاسف قاعد اشوف المفتاح. هاي صور ما يصير نلعب بيهم، هاي بيها مفتاح. شوفوا عندنا هنا هذا الجمجمة مال الغزال، هواية شغلات.
اعتقد هناك والله اعلم يا اما مكاتب يا اما ساعات، لازم اطلعهم واشوف شني بداخلهم. هذه الغرض او النظرة الاولية على هذا المخزن، ان شاء الله يطلع بي شغلات حلوة. هسه راح اطلعهم للغراض برا واشوفكم اياهم بالتفصيل شنو اللي راح ناخذ لهذا اليوم، وبعدين ان شاء الله نرجع نكمل السلسلة. مثل ما قلت راح اسوي اكثر من فيديو على هذا المخزن، فهسه راح اخذ شوية غراض طلعهم برا واشوفكم اول مقطع من هذا المخزن شنو الغراض اللي راح يكونون بي، ونشوف ايش قد راح يسوون هذول الغراض اللي راح نطلعهم حاليا. خير، راجع الغراض اللي راح ناخذهم اليوم. عندنا هذول الساعات، شوفوا هذه من 1938 تقريبا، عمرها اكثر من 80 سنة. شوفوا داخلها، هاي نصب اعتقد، شوفوا. وهاي الثانية فيها رقم ما مكتوب عليها، قال 1958. هاي واحد عندنا، نجي هاي مثل ما قلت لكم مال الغزال، الظاهر صاحبها يحب الغزلان وشيلين كل شيء ما شاء الله. شوفوا الغزلان، شوفوا هاي الجماجم، هاي البعض اللي قلنا عليها، وهاي طلعن ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة من ثريات. هسه طلعت بالي مكاتب طلعوا ما شاء الله، طلعوا ساعات سموهم جراند فاذر، ساعات الجدارية الكبيرة. شوفوا هاي وحدة، وهذه ما اريد افتحها الا بالبيت، يخوش مغل فيها، بس هاي فتحت لكم اياها حتى تشوفون شني قصدي بالساعات الجدارية. ما شاء الله اكو هواية شغلات، وان شاء الله يطلع مثل ما طلع بداخل هذه. ذولا خلينا اخذ مهماتين شوف اسعارهم ايش قد، ان شاء الله مثل ما طلعن ذني حلوات باقي الغراض يطلعن كلش حلوات ويسوان. يعني اذا هاي قلنا الوحدة على 50 دولار، هاي 100 دولار، هذه ما اعرف اسعارهن. يعني هذه مثل الورد تروح لها 200 ب200 اذا ما النوعيات الزينة. يعني هذول كبداية انطيهم تقدير بال 500 الى 700 دولار، هاي اذا ما اكثر طبعا. هناك قسم منهم هاي بوحدها تسوالها 1000 و2000 دولار، طبعا هي نوعيات، بس نحن نخلي اقل نوعية واقل سعر احسن ما نتفاجأ بالاخير. هاي الغراض، وان شاء الله الغراض الباقية تطلع احلى، ارجع عليهم بغير فيديوهات، لان مثل ما قلت عندي 40 يوم حتى اشيل الغراض كلهن. هاي الفيديو اليوم، اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك، ان شاء الله اشوفكم بمقاطع ثانية. سلام.